المفاتيح. أنا اسمي رجبي، معي بيتزا كثيرة وربما معك أيضا، لكن ليست وفيرة. أخذنا سيارة بنسن فما باليدي حيلة لكي نشتري بيتزا بأسعار قليلة. بنسن كان سيرفض، لم أنتظر السماح، فدخلت مكتبه فورا وسرقت المفتاح. السماح السماح، لقد سرقنا المفتاح. أوبس. يا رجبي، ما هذا الذي؟ إنها غلطة بنسن، لديه مليون مفتاح في الحلقة. ريكبي، يجب أن نستعيد المفاتيح. لكن كيف؟ لنسأل هؤلاء العلماء هناك. ولهذا لديه أذن واحدة.